يعني معناها سيد العزيز أن إيران حقيقة لا دور في أجندتها لا لغزة ولا للبنان ولا حتى للحوثي الذي ضربت العفو ميناء الحديدة. معناها إيران دولة براغماتية أولا تبحث عن مصالحها، واليوم الجولة المكوكية للوزير الخارجية يريد أن يقول إذا أردتم أن تردوا علينا بضربة فدعوا أن تكون الضربة كما قال الأمريكان ضربة منتقات للثكنات العسكرية بعيدا عن المنشآت النفطية وبعيدا عن المفاعل النووية. هذا أولا. ثانيا ردا على سؤالك أستاذ عبد الله، الإيرانيين لغاية الآن لا يرغبون ولا يحبذون أن يدخل العراق في إتون هذه الحرب، وحتى الفصائل لا يريدونها أن تقوم بالرد ومشاغلة الكيان الصهيوني، لأنه دائما يريدون العراق البوابة التي ينفذون منها إلى العالم الأوروبي للتفاوض وإلى الأمريكان. ناهيك عن ذلك أن العراق هو الوسادة الاقتصادية للجانب الإيراني، ولولا العراق لما تستمر إيران لغاية الآن منذ حصار 49 سنة ولغاية اليوم. نعم. نعم.